كل عام وأنتم بخير. العام الهجري الجديد، أنا بعتذر لأن أنا بقالي مدة ما طلعتش على الويكلي ليكتشر، لكن الحمد لله النهاردة هنرجع بمحاضرة جديدة قد أكون أنا بدأتها أو قلتها من سنتين، اللي هي على التفاوض أو المهاترات خاصة في القضية السورية من زمان. اليوم ما هنبدأ مع بعض. أولا أنا بشكر الأخ أحمد الشيخ وعبد الرحمن النحاس وصحر، هم اللي ساعدوني في ترتيب أو تحضير هذه المحاضرة. المقدمة بتاعتنا أنا هقولها وهي مش مكتوبة عندكم. أنا كنت بالنسبة للمفاوضات هي نوع من أنواع الحوار، والحوار ده بيحضر في حياتنا اليومية بيني وبين زوجتي، بين أولادي، بين إخواني، في الشغل إلى آخره. فما المفاوضات إلا جزء من الحوار، أو الحوار هو المفاوضات، عشان نعرفها بمنتهى البساطة. المقدمة هنا هتكلم عنها بعض أسباب المفاوضات اللي هي مش موجودة. قبل ما تروح لترابيزة المفاوضات لابد يكون عندك خريطة تشوف فيها المواقع الجغرافية لمن تتفاوض معهم، دي مهمة جدا. نمرة واحد، قبل ما تروح أي طاولة مفاوضات لابد انك تعرف ان داخل الفريق الآخر في شخص هيحاول يفسد المفاوضات او هيحاول يجعلك ان انت تفقد اعصابك، دي نمرة اتنين. قبل ما تروح ترابيزة المفاوضات لازم تعلم ان قد اصحاب الفريق الآخر يكونوا بيسوفوا معك لكي يكسبوا الوقت، اما تكون انت في حرب فيعرفوا الاسرار بتاعتك في كلما طالت وحصل التسويف، او اذا كنت في حال معاني ثوره من الثورات يعرفوا من هم الثوار ومن هم المؤثرين داخل مثل هذه المجتمعات. فالاشياء دي احنا بنقول لكم تحذروها قبل ان تذهبوا الى اي طاوله مفاوضات. انا هقول تعريف المفاوضات، قلت انا في الاول يعني هي كالحوار بالظبط، عملية للتفاهم وعملية للخروج بمنتهى البساطة لحل يرضى به الجميع، اللي احنا بنسميه بلغة الانجليزية وين وين، او اللي احنا بنسميه انت هتكسب وانا هكسب. مفيش حد هيكسب 100%، مفيش حد هيخسر 100%. لابد واحنا رايحين لترابيزة المفاوضات نحط لنا سقف، او لا نأتي أقل منه. يعني قد أضع أنا في شروطي في المفاوضات 10 أو 15 نقطة، لكن في 4 أو 5 نقط لا أتنازل عنهم على الإطلاق. ده كل واحد فينا لابد أن يعرف كيف يضع سقفا للمفاوضات بتاعته في شروط المفاوضات مع من يتفاوض إلى آخره. إحنا اللي بنحط السقف بتاعنا، وقد المجموعة الأخرى تحاول تزحزح السقف ده لتحت أو خارج، لكن ده هنا بيكون علينا اللي هو قدرتنا على إدارة المفاوضات مع الجهة الأخرى. ما هي خصائص الفريق الذي سنتفاوض به وعناصر التكوين؟ أما بص أنا الفريق بتاعي، أنا من مجتمع ما، لابد أن أمثل على الأقل نسيج المجتمعي الذي أمثله في ترابيزة المفاوضات، من الثقافات المختلفة ومن القوميات المختلفة ومن الأفكار المختلفة ومن العقائد المختلفة، ذكورا وإناثا وشبابا. إذا ذهبت كفصيل واحد لن تنجح المفاوضات ولن يقبلها المجتمع بتاعي. فلابد وأنا ذاهب أن أختار من النسيج المجتمعي هذه الاختيار الديموغرافية. الأمر الثاني، لابد أن أختار بمن هم قادرين على إدارة المفاوضات، ناس يكون عندهم علم ورؤية وانتماء وقيمة وقدر مجتمعي، وكذلك إيمان بالمجتمع بتاعي وإيمان بالشعب اللي أنا بتفاوض من أجله أو المجتمع اللي انا بتفاوض من اجله. من غير هذا ما اقدرش اروح بفصيل واحد، وما اقدرش اروح مع ناس
لا يعرفون أن المفاوضات دي تعتبر هنا فن من فنون إدارة المجتمعات، فن. وكان أعظم واحد في المفاوضات في التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. فما ننظر لمثل هذه الأمور لابد أن نختار فريقنا بحنكة وبمعرفة وحيادية، ودون التحيز لفصيل معين، ودون التحيز لمجموعة معينة، ودون التحيز لثقافة معينة أو لدين معين، لأننا بنمثل المجتمع، والمجتمع ده بيمثل الوطن اللي احنا كلنا جزء منه. ده الفريق بتاعنا احنا. ولازم اضع في الفريق بتاعي زي ما انا قلت في الاول خالص، اللي هو الشخص المثير للاخرين، اللي هو بيخلق مشاكل. زي ما هم عندهم واحد انا ما اعرفوش هيخلق مشاكل، انا يكون برضك عندي واحد هيخلق مشاكل. زي ما احنا بنقول بالكلام العربي، واحد يضرب والتاني بلاقي، او واحد حمائم والتاني ايه صقور. ده الفريق بتاعي. الفريق الآخر لابد أدرسه دراسة كاملة كاملة. تكوين الفريق الآخر، هيكلية الفريق الآخر، وكذلك هيكلية الفريق بتاعنا، ثقافات الفريق الآخر، عقائد الفريق الآخر، قيم الفريق الآخر، تكوين الفريق الآخر نساء ورجالا، تاريخ الفريق الآخر، من هم الحمائم ومن هم الصقور في الفريق الآخر، ومن هو الشيطان اللي هو هيثير الشغف في الفريق الآخر، وما هي خلفيات كل واحد منهم لكي أستطيع أن أدرسه. كان أحسن واحد بيقوم بمثل هذه المهمة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر، حينما يأتي خاصة في صلح الحديبية، حينما كان يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد القرشيين من المشركين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي، كان أبو بكر رضي الله عنه يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم خلفية هذا الشخص الذي يأتي لكي يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون معنا من هم يعرفون تاريخ وخلفية وثقافة الفريق الآخر. يبقى أنا لازم أعرف الهيكلية التاريخ الآخر، ومن هم المؤثرين في الفريق الآخر، لكي أستطيع أن أنا إيه أدير الحوار وفقا للهيكلية والقيادة والتاريخ والثقافة والمعرفة في الفريق الآخر. وكذلك أنا لازم أهيكل الفريق بتاعي. ما ينفعش الفريق يروح من غير رئيس واتنين معاونين، سواء حصل مثلا مشكلة للرئيس في أي شيء، فيكون مين النائب الأول بتاعه، مين النائب الثالث بتاعه، إلى آخره، الثاني بتاعه، إلى آخره إلى آخره. يبقى أنا هيكل فريقي، وفي نفس الوقت أعرف ما هي هيكلية الفريق الآخر اللي بنتكلم معاه. أنا مش هضع حلول هنا، أنا هضع 11 نقطة اللي أنا بتكلم عنهم دول، وفي كل نقطة أنتوا بقى كل واحد فيكم عنده طاولة مفاوضات يستطيع أنه هو من خلال هذه 11 نقطة أنه هو يكيفها على واقع العملي له في مجتمعي. وأنا رايح لابد يكون عندي مجموعة من المطالب الجماهيرية، اللي الشعب عايز إيه. أنا في محافظة معينة، أنا في مدينة معينة، أنا في قرية معينة، أنا في وطن معين، لا أروح لأمثل نفسي أو أمثل الحزب بتاعي أو أمثل الجماعة بتاعتي أو أمثل القومية بتاعتي العرقية بتاعتي والثقافة بتاعتي والدين بتاعي، أبدا. أنا أروح وأنا رايح هناك أمثل مجتمع، مجتمع عنده المشاكل الأساسية والأولية التي يعطيها للمجتمع كي أستطيع أن أتفاوض عليها. إذن فلا بد أن يكون يحدث عندي مجموعة من الجلسات التشاورية بيني وبين الأعضاء المؤثرين داخل المجتمع بتاعي، لأن أنا هتفاوض من أجل المجتمع، هتفاوض من أجل الوطن، هتفاوض من أجل الشعب، هتفاوض من أجل القرية، هتفاوض من أجل المدينة، هتفاوض من أجل المحافظة. لن أتفاوض من أجلي شخصيا، أو من أجل اللي هو حزبي، أو من أجل قبلتي فقط، لكن من أجل الوطن أو المجتمع اللي أنا بعيش فيه. فلابد يكون عندي مطالب، مطالب دي ليست مطالبي أنا شخصيا، ولكن مطالب المجتمع الذي أمثله على طاولة التفاوض بالأولويات بتاعتها. لابد أيضا وإحنا رايحين نتفاوض يكون لنا شركاء ويكون لنا حلفاء، شركاء داخليين في المجتمع من خلفيات وثقافات وعرقيات وقيم وعقائد مختلفة، وحلفاء خارجيين أيضا من دول مجاورة أو مجتمعات مجاورة أو إلى آخره. فمن هم شركائنا وحلفائنا الداخليين داخل الوطن،
والخارجيين خارج الوطن. لابد أننا نحددهم لكي نستطيع أن نتفاوض بقوة من أجل الحصول على ما يريده أبناء الشعب الذي أمثله. أنا لا أمثل نفسي ولا أمثل حزبي ولا أمثل قبيلتي، ولكني أمثل مجتمعي وأمثل شعبي على طاولة التفاوض. فلابد وأنا رايح بمطالب المجتمع بتاعي ومطالب شعبي يكون لي شركاء داخليين يقفوا ورائي، ويكون لي أيضا حلفاء وشركاء خارجيين معايا في نفس يعاونونني على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي. في نفس الوقت يعني من هم شركاء الفريق الآخر وداعمين؟ لابد في نفس الوقت أدرس الفريق الآخر من هم شركائه قادمين في نفس المجتمع، ومن هم شركائه خارج المجتمع، ومن هم شركاء الفريق الآخر من الشركاء الإقليميين أو الحلفاء الإقليميين أو الحلفاء والشركاء الدوليين. كل هؤلاء لابد أن أنا وأنا ذاهب لطاولة التفاوض أن أنا أدرس كما أصنع لنفسي شركاء وحلفاء، أدرس من هم شركاء وحلفاء الفريق الآخر. هل أستطيع أن أؤثر على بعضهم قبل أن أذهب إلى طاولة المفاوضات؟ هل أستطيع أن أقرأ الخريطة المفاوضات للفريق الآخر من خلال قراءتي لشخصية وطلبات شركاء هذا الفريق الآخر وحلفائه أم لا؟ ما روحش يعني فاضل وفاض، يعني إيدي فاضية كده، لا رايح دارس كل شيء. ومش كلنا نتكلم مرة واحدة، كل واحد فينا يتكلم حسب التخصص وحسب الرؤية الموضوعة لنا جميعا. ليس كل واحد فينا لرؤية، كلنا نكون أصحاب رؤية واحد، لكن الدراسة هي أساس معرفة فنون التفاوض من حيث معرفة قوة مراكز قوة وضعف الفريق الآخر. من هي القوى الإقليمية والعالمية المؤثرة على مسيرة التفاوض؟ قد نكون احنا الاثنين كفريقين قاعدين على طاولة المفاوضات، لكن في مؤثرات خارجية. لما ننظر لبعض القضايا مثلا في الشرق الأوسط، نجد أن من أهم القوى الإقليمية في منطقة الصراعات في سوريا، هتلاقيها الإقليمية، هتلاقيها نمرة واحد إيران، نمرة اثنين تركيا، لأنها هم دول أكبر قوتين إقليميتين موجودين في المنطقة. لما نلاقيها أخبرك من هي القوى الدولية اللي موجودة، هتلاقي في ناس انترست كتير جدا من بعض الدول الأوروبية والأسيوية اللي لها رغبة في أن ترى أن هذا الصراع ينتهي إلى سلام أو أن تؤجج مثل هذا الصراع. وكتير جدا من القوى الدولية دي لابد ندرسها وهي أبعد علاقتها مع كل فريق من الفرق المتفاوضة. يبقى الإقليمية، من القوى الإقليمية في كل منطقة هتلاقي في دولة أو دولتين كبار في داخل كل منطقة، وبالتالي تستطيع أن تؤثر سلبا أم إيجابا على المنطقة. ثم في قوى عالمية مستفيدة سلبا أو إيجابا من تأجيج هذا الصراع أو من تحويل هذا الصراع إلى سلام وأمن واستقرار. ما ينفعش أروح كده بالهابولي من غير ما أعرف المؤثرين الإقليميين والمؤثرين الدوليين في مشكلة التي أتفاوض معها. حتى في بلدي نفسها داخل المجتمع الواحد في على مستوى الوطن، من هي القوى المؤثرة في الداخل من القبائل والعشائر والرموز والقيادات السياسية والتكتلات البشرية والأحزاب ورجال الأعمال إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لازم أعرفهم، أن دول هيأثروا على القرية بتاعتي، هيأثروا على المدينة بتاعتي، هيأثروا على المحافظة بتاعتي، هيأثروا على القرار السياسي بتاعي، سواء كنت أنا أعرفهم أم لا أعرفهم. فهم ليهم تأثير إيجابي أو سلبي على المفاوضات اللي أنا من أجلها بخش هذه المفاوضات لتلبية رغبات أو للحصول على ما يطلبه أبناء شعبي أو أبناء قريتي أو مدينتي أو محافظتي أو وطني. ما هي أبعاد الدولة العميقة داخل مجتمعاتنا؟ في كل مجتمع في العالم في دولة عميقة أو في دول عميقة، في منها فاسدة
ومنها صالحة. من الدول العميقة الصالحة اللي احنا بنسميها مؤسسات الدولة التي تتعامل مع من؟ التي تتعامل مع الشعب. لا يعرفها الشعب، الشعب يعرف مؤسسات الحكومة فقط، لمؤسسات الجهة التنفيذية، ما يعرفش المؤسسات الأخرى الكبيرة داخل الدولة بتحافظ على كيان الدولة دون أن تتعامل مع الشعب مباشرة. دي أول دولة عميقة. تاني دولة عميقة قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة. في حالات الحروب التحررية ضد الاستعمار في اللي هي مجاميع الجهادية أو المناضلة أو الوطنية التي تريد أن تحارب المستعمر وتطرده من بلادها، ودي كلها مجاميع وطنية بتكون داخل دولة عميقة صالحة. وفي حالات الدين أيام ما كان أما نذكر اللي هو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، أو نذكر أيضا كذلك اللي هو حواري عيسى عليه السلام اللي كانوا بيهربوا بدينهم وإيمانهم من الرومان وكانوا مستخبيين أيضا، دي دولة عميقة صالحة تريد أن تنأى بالمؤمنين من بطش الرومان أو بطش الكفرة في قريش. أما الدولة العميقة الفاسدة فهي أيضا موجودة في المجتمع، موجودة في كل من هو فاسد ويفسد المجتمع، من خلايا إرهابية، خلايا تطرفية، خلايا صدامية، ده نوع من أنواع، من المجرمين اللي هم القتلة والسارقين والمهربين، من أصحاب تجارة المخدرات والحبوب إلى آخره، من أصحاب شبكات الدعارة وإلى آخره، كل ما شابه هذا من جرائم مجتمعية، فدي دولة عميقة فاسدة. فلابد وأنا رايح هناك أعرف أن في دول عميقة مش عايزة التفاوض يوصل إلى سلام، فلابد يكون عندي فكرة ومعرفة بأن هذه الدول تفسد، خاصة الدول الفاسدة وخبرك اللي هي اللي أخدم لكم اللي هي الدول التي ليس لها رغبة في إتمام عملية السلام أو الاستقرار أو الأمن أو الرخاء في البلد. ده لازم نعرفها. ما فيش دولة في العالم مهما عظمت حريتها إلا فيها دولة عميقة فاسدة. يتزداد حجم هذه الدولة وتقل هذه الدولة العميقة الفاسدة ازديادا طرديا أو عكسيا مع حجم أو مساحة الديمقراطية ومساحة اللي هو حرية المجتمع المدني في الحركة وفي العمل وفي الإنجاز. كلما زادت الحرية كلما انكمشت الدولة العميقة الفاسدة وأبعدها. ولا في دولة واحدة ولا في دول، ولا الدول دي متشابكة مع بعضها داخل البلد أو متشابكة مع بعضها البعض ومع دول عميقة فاسدة خارج البلد. هل لدينا خطط بديلة قبل الطرح إذا فشل؟ يعني إحنا لابد نكون رايحين هناك بكذا خطة، خطة ألف وخطة به وخطة جيم وخطة دال وخطة إلى آخره. ما نروحش بخطة واحدة وإلا هنصطدم ولا تستكمل عملية التفاوض. فلابد يكون عندنا صلاحية أن نضع الخطة ألف وأبعاد الخطة ألف والخطة به وأبعاد الخطة به والخطة جيم. ما نروحش كده يعني برؤية واحدة أو وسيلة واحدة أو طريق واحد. لابد أننا نعدد الخطط اللي احنا رايحين بيها عشان لما تفشل خطة نحط الحل من خطة من خلال الخطة التانية. ده بقى مهم جدا. احنا خلاص وصلنا الحل في السلام وتفاوضنا والحمد لله واتفقنا، ماذا بعد التفاوض؟ هل احنا عندنا رؤية؟ لان احنا النهاردة يوم مثلا النهاردة يوم كام؟ يوم 18 او سبتمبر عام 2019 وقعنا عملية السلام. طيب من يوم 20 سبتمبر، من يوم 1 اكتوبر، ايه خطتنا في ارساء قواعد السلام حقيقيا وعمليا وفعليا على ارض الواقع؟ لابد تكون دي عندنا موجودة لكي لا يصدم الشعب في عدم وجود خطة للمجتمع، لكي نخرج بالمجتمع من حالة الفوضى ومن حالة الصراعات ومن حالة النزاعات إلى حالة الاستقرار والبناء المجتمع وبناء الأمن والسلم المجتمع. لابد يكون عندنا خطة ماذا بعد التفاوض. أول حاجة، هل لدينا خطة أو خطة لبناء الأمن والسلم المجتمعي؟ لابد نحضرها قبل ما نروح، لأن التفاوض قد يأخذ 6 أشهر أو سنة في بعض الأحيان، لكن لابد احنا يكون عندنا خطط لبناء الأمن والسلام المجتمعيين بعد التفاوض. نمرة 2، هل لدينا الإمكانات البشرية والمادية والوجود المجتمع والكوادر والقيادات القادرة على تحقيق أبعاد السلام والأمن؟ أقولها تاني دي، هل لدينا الإمكانات البشرية نمرة 1 والإمكانات المادية نمرة 2
والوجود المجتمعي والكوادر القيادية القادرة على تحقيق أبعاد السلام والأمن والاستقرار المجتمعي. أنا ما رحش التفاوض على مجتمع ولا آمال وأحلام مجتمع أنا ما عنديش قيادة بشرية، ما عنديش كوادر بشرية، ما عنديش إمكانيات إمكانيات مادية، ما عنديش تحالفات مع فصائل أخرى من المجتمع. إزاي حبني السلام أنا وأنا ما عنديش كل هؤلاء؟ لابد يكون عندي ناس وكوادر أنا أستطيع أن أقود بهم عملية ما بعد التفاوض. يعني قواد الحروب يختلفوا عن قواد السلام، قادة الحروب يختلفوا عن قادة السلام. لذلك تشرشل ما استطاعش أن يكون رئيس وزراء بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية برغم أن بريطانيا انتصرت. أصبحنا عايزين ناس تانيين يقودوا عملية بناء السلام داخل الوطن وداخل المجتمعات بتاعتنا. التالتة منهم شركائنا في بناء مسيرة السلام والأمن المجتمعي. احنا خلاص مضينا السلام النهاردة يوم 18 سبتمبر، هل لنا شركاء في المجتمع عشان يساعدونا في بناء هذه المسيرة اللي احنا بنسميها ايه؟ خريطة الطريق ما بعد السلام. هل عملنا خريطة الطريق للسلام وبناء السلام والأمن المجتمعي ما بعد المفاوضات، ولا هنستنى لما نخلص المفاوضات ونشغل بيها وبعدين نقول لك طب نبتدي نعمل؟ ما هينفعش، لابد ان اكون رايح عندي رؤية على ماذا بعد السلام حينما ينتهي، وتتفق كل الأطراف على إنشاء عملية السلام، وأنت مكلف بهذا. أين شركائنا سواء كان في المجتمع بتاعنا أو كان شركائنا الإقليميين أو شركائنا الدوليين؟ هل لدينا أكثر من خطة وأكثر من مسار لعملية بناء السلام والأمن المجتمعي؟ هل عندنا خطة واحدة بس لبناء السلام ولا عندنا أكثر من خطة؟ عندنا مسار في التعليم، عندنا مسار في الاقتصاد، عندنا مسار في الزراعة، عندنا مسار في المياه، عندنا مسار في الخدمات، عندنا مسار في السياسة الخارجية. كل هذه المسارات ها هنحطها في خطة، خطة ألف ما نفعتش، يبقى عندنا خطة بديلة وخطة بديلة تانية وخطة بديلة تانية، لكي لا نستطيع ألا نوقف عملية بناء السلام من خلال الخطط المسبقة التي نستطيع أن ننفذها وننجح في بعضها أو نخفق في بعضها الآخر. ما نروحش كده نقول السلام هيحصل بعد شهر وبعدين نروح من غير أي خطة وأي بديل. ما نستلمش حكومة من حكومات أو شعب من الشعوب دون يكون عندنا رؤية وخطة وكوادر وقدرات على أن إيه نحقق السلام والأمن المجتمعي. النقطة الأخيرة، ما يقوم قدر التنازلات التي من الممكن أن نقدمها إن أردنا تحقيق الأمن والسلام والسلام المجتمعي. هل إحنا هنقدم تنازلات؟ ممكن التنازلات دي ممكن إلى حد معين في بناء السلام، لكن في مرحلة لن تستطيع أن تقدم فيها تنازلات، ده بعد ما نمضي على اتفاقية السلام أو اتفاقية الوئام أو إلى آخره. يبقى التنازلات تحدث لكي تجمع الناس حولك. في التنازلات دي هل كل من سنعينهم في المجالس المحلية وفي الحكومات هيكونوا من الحزب بتاعي؟ أبدا، هيكونوا من أبناء الشعب القادرين الفاعلين المؤثرين ذوي الخبرة والمعرفة، كانوا من نفس الحزب بتاعي، كانوا من نفس الفصيل بتاعي، كانوا من نفس الدين بتاعي، كانوا من نفس أو من غيرهم الثقافة بتاعتي والمرجع بتاعتي إلى آخره. فهذه لا تعتبر جزء من التنازلات، لا تعتبر جزء من معرفة التكوين الفصيل الفصائل المجتمعية التي تريد أن تبني عملية السلام معنا. ما اجيش بعد السلام اجيب كل الناس من عندي انا، من ثقافتي انا، من حزبي انا، من قبيلتي انا، من جماعتي أنا. لا، ده غلط، وهي ليست تنازلات، لكن ده فرض للواقع الحقيقي لبناء عمليه السلام ما بعد التفاوضات. يبقى انا اتكلمت في كم نقطه، نرجع تاني نتكلم. البتاع قطعت، اتكلمت حوالي في 12 نقطة، في 12 نقطة هقولهم بسرعة كده عشان كل واحد مننا داخل في عملية تفاوض في خلافات مجتمعية او في صراعات يضعها كنقط للحوار او نقط للتفاوض، وبعدين من حقكم انكم تطلعوا نقط اخرى ايضا في هذا. احنا قلنا في الاول في قلت المقدمه انا، وبعدين قلنا بعد كده تعريف التفاوض، وبعدين قلنا
النقطة الثالثة اللي هي حدود أسقف التفاوضات بيننا وبين الآخرين، وبعدين قلنا اللي هو خصائص الفريق الذي سنتفاوض به وعناصر تكوينه، وقلنا في النقطة اللي بعدها معرفة الفريق الآخر وخلفية كل عضو من أعضائه المشاركين في عملية التفاوض، والنقطة اللي بعدها ما هي مطالب الجماهير التي سوف نتفاوض من أجلها، من هم شركائنا وحلفائنا من المؤسسات والكتل المجتمعية، من هم شركاء الفريق الآخر وداعميه، ما هي القوى الإقليمية والعالمية المؤثرة على مسيرة التفاوض، ما هي أبعاد الدول العميقة داخل مجتمعاتنا التي نعرفها والتي لا نعرفها، هل لدينا خطط بديلة قابلة للطرح إذا فشلت المفاوضات، وبعدين ماذا بعد التفاوض؟ في 5 نقط، هل لدينا خطة أو خطط لبناء السلام والأمن المجتمعي قبل أن تنتهي عملية التفاوض؟ هل لدينا إمكانيات البشرية والمادية والوجود المجتمعي والكوادر القيادية القادرة على قيادة على تحقيق أبعاد بناء السلام والأمن والاستقرار المجتمعي؟ من هم شركائنا في بناء مسيرة السلام والأمن المجتمعيين؟ هل لدينا أكثر من خطة وأكثر من مسار لعملية بناء السلام والأمن المجتمعيين؟ ما هي قدر التنازلات التي من الممكن أن نقدمها إن أردنا تحقيق الأمن والسلام والاستقرار المجتمعي؟ يبقى احنا كده لخصنا الموضوع في 12 نقطة. ال 12 نقطة ده بالنسبة لكم ممكن يكون 11، ممكن يكون 14، ممكن يكون 15، ممكن يكون 20، وعليكم انتم تضعوا تملأوا هذه النقط بناء على المعطيات الحقيقية لما يريده المجتمع عندكم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنلتقي بعد 10 دقائق ان شاء الله باللغة الانجليزية. We'll meet you in 10 minutes time in English language. The same talk. After 10 minutes. After 10 minutes. آخر نقطة إن شاء الله. People ask. في ناس سألوني لماذا هذه الوردة؟ لأن لابسها. الوردة دي تمثل يعني ذكرى مذبحة سربرنيتسا في البوسنة اللي راح ضحيتها أكثر من 9000 بوسناوي، والتي يعني تعتبر لا تقل تماما عن ما فعله النازيين في اليهود في ألمانيا وفي دول أخرى. اللون الأبيض هو لون السلام، واللون الأخضر هو لون الأمل، فالبوسنويين يعيشوا بالسلام والأمل مع بعض. جزاكم الله خيرا، و meet in 10 minutes إن شاء الله.